لذلك نقول اليوم البرلمان هو ليس خاص بأحد، وإنما هو بيت لكل الشعب العراقي. هذه الجموع والتي بدأت تتوافد بكثرة اليوم كما ترونها جاءت لتصحح مسار هذه العملية السياسية، جاءت لتقول إننا يجب أن نحتكم إلى الدستور، إلى القانون، إذا كنا نريد حقا أن نصحح وليس أن نفرض وليس أن يعاد هذا الوطن إلى وقت الانقلابات، سواء كان في الانقلابات الناعمة أو الدموية. وكذلك نقول من يريد أن يصحح يجب أن يكون عن طريق الدستور حصراً.